الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه، في ساعة من أحب الساعات إليه، جمعنا لنذكره ونشكره ولنكون في ساعتنا هذه من أهل رحمته، نسأله تعالى أن نكون في ذلك كله من المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الشريعة وجعل في أوامره سبحانه وتعالى، جعل في القرآن الكريم وفي أوامر القرآن الكريم صورا شتى من الإعجاز والإبداع، منها ما يسمى الإعجاز العلمي، وكثير من تلك الصور معروفة عندكم، ومنها ما يسمى بالإعجاز التشريعي، وهي صور دقيقة يعرفها أهل الاختصاص، ومنها ما هو إعجاز نفسي اجتماعي جعل الله تعالى من خلاله أكمل ما يكون من الأسباب التي تقود الإنسان إلى النجاة، وجعل الله تعالى فيها أكمل ما يكون من الأسباب التي تجعل هذا الإنسان عبدا صالحا على حقيقة ما يجب أن يكون من الصلاح في الإنسان. ومن ذلك الملمح العظيم والتوجيه الرباني الحكيم الذي جعله الله تعالى في سورة الزلزلة، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة من قصار السور جعل الله تعالى فيها خلاصة خير كثير، ففيها من مسائل الاعتقاد التي ينبغي أن لا تغيب عن عقلي وفكري وقلبي وإيماني كل مؤمن، وفيها من عظيم الإرشاد، من قواعد العمل التي لا ينجو الإنسان إلا بها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آيات عظيمة وقعت على قلب المؤمنين المخلصين على ما ينبغي أن تقع من الفهم لصفاء فطرتهم، لنقاء إيمانهم، لكمال فهمهم وتدبرهم. ولذلك روي أيها الأحبة أن هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يأكل فرفع يده وصار يبكي وقال: يا رسول الله، أن أؤاخذ بمثقال الذرة من الخير ومثقال الذرة من الشر؟ إذن وقع المعنى في قلبه، أدرك حقيقة ما يريده الله تعالى من الفهم
وهو أن الله تعالى يخاطب الإنسان، يخاطب المؤمن، فيقول له: تنبه، فإن كل كلمة وإن كل حركة وإن كل فعل وكل نظرة وكل أمر تقوم به جارحة من جوارحك سيتمثل لك يوم القيامة خيرا أو شرا، وسيكون في ميزان أعمالك خيرا أو شرا. وإنما تحقر من الذنوب ربما يكون سببا في هلاكك، وإنما تحقر من الخير ربما يكون سببا في نجاتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقعت هذه الكلمة على قلوب المؤمنين فانتفعوا بها، ولذلك روي في السنن أن صعصعة بن معاوية، وهو رجل من الأعراب وهو عم الشاعر الفرزدق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يحدثه عن الإسلام وعن الإيمان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صعصعة بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال له صعصعة: يا رسول الله، لا أتجاوزها، حسبي هذه الموعظة تكفي، لأنها جمعت كل المعاني، لأنها أرشدت إلى سبيل ما بعده سبيل للنجاة والفلاح ولفهم الحياة ولفهم فلسفة العمل التي يريدها الإسلام من كل مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: دعوه دعوه، فقد دخل الإيمان قلبه. إذن إذا دخل الإيمان في قلب العبد المؤمن، وإذا كان الإيمان على حقيقته من إرادة عبودية الله تعالى حقا، كانت كل كلمة وإن كانت قليلة الأحرف، كانت كل آية وإن كانت قليلة الكلمات، كانت سبيل نجاة، وكانت سبيل هداية، وكانت سبيل إصلاح. قلنا أيها الأحبة إن هذه الآية هي معجزة، معجزة لأنها تفعل كل أسباب الخير في الإنسان، لأنها تطلق كل أنواع التفكير وكل أنواع الفعل بالخير عند الناس، ولأنها تحجبهم وتمنعهم وتردعهم عن كل صورة من صور الشر، لأنها تجعل الإنسان المؤمن يحاسب نفسه على التقصير في سبب من أسباب الخير وإن كان قليلا، وتجعله يحاسب نفسه على فعل الشر والسوء وإن كان قليلا. روى أصحاب التفاسير من العلماء عن سبب نزول هذه الآية، قالوا: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعنى هذه الآية أن المؤمنين، أن المحسنين يتصدقون بما تشتهي أنفسهم على حبه، يتصدقون بما يرونه عظيما كريما، كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءهم السائل وليس عندهم إلا القليل من الطعام، التمرة أو الكسرة من الخبز، كانوا يردون السائل ولا يعطونه، ويستحقرون هذا القليل: ماذا سنعطيه؟ هل هذا عطاء؟ هل هذا يليق أن يقع بين يدي الله تعالى؟ هل هذا يليق أن يقدم ليكون جزاؤه وعطاؤه من الله تعالى؟ وإذا وقعوا في بعض الذنوب كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، لا يلقون لها بالا، ويقولون: إن الله تعالى إنما توعد النار على الكبائر من الذنوب،
على الإشراك بالله، على الزنا، على الربا، على غير ذلك من الأمور والذنوب الكبيرة. ولو أن المؤمنين، ولو أن مجتمع المسلمين بقي على هذا المفهوم لما صلح هذا المجتمع، ولما كانت أبواب الخير وسبل الخير ومنافع الخير الكثيرة من أبواب الطاعات والعبادات. فجاء إعجاز التعليم، جاء إعجاز التربية، جاء إنقاذا للمؤمن للإنسان، ليقول الله تعالى له: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تنبه، فأنت أمام ميزان دقيق. وهل هناك أعظم، وهل هناك أبدع من هذا التشريع المتكامل الذي جعله الله تعالى سبب صلاح للإنسان الفرد وللأمة؟ هذا الميزان الذي جعله الله تعالى دقيقا حتى أن مثقال الذرة من الخير يقع فيه، وحتى أن مثقال الذرة من الشر يقع. ولذلك كأن الله تعالى يقول لنا: بادروا بالأعمال. لا تنتظر أن تمتلك 100 مليار ليرة سورية حتى تتصدق، وإنما تصدق ولو بدرهم، تصدق ولو بتمرة، تصدق ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إعجازه التعليمي التربوي، في إعجازه في تفعيل الخير بين أبناء هذا المجتمع، في إعجازه وهو صلى الله عليه وسلم يسوق الناس إلى كل أنواع الخير، إلى كل أبواب الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن هذا المعروف القليل الذي تحتقره ربما ينجيك. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تضع من إناء من دلوك في إناء أخيك المستسقي. كما كنا نقف على صنابير المياه وعلى آبار المياه في دمشق عندما منعت عنا مياه عين الفيجة، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك تأديبا تأدبنا به. وكان الناس يتنافسون ويتنازعون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن هناك باب من أبواب الخير عظيم، وهو أن تؤثر أخا لك في دورك، أن تؤثر أخا لك في انتظارك، أن تؤثر أخا لك في ذلك الوقت الذي تقفه هنا وأنت تنتظر الماء، ولو أن تضع من دلوك في إناء أخيك المستسقي، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا معنى من الإيمان، هذا معنى من الطاعة، هذا معنى من التقرب إلى الله تعالى عظيم جدا. ولكن كثيرون هم الذين يقصرون فيه ويقولون: يعني ماذا يجدي هذا الكلام؟ ماذا ينفع هذا الكلام؟ ربما كان هذا المعنى سببا من أسباب نجاتك. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة لهذا الخير. لا نريد أن نقرأ هذه الصور قراءة تاريخية، وإنما نريد أن نفعل هذه الصور وأن نقيس عليها وأن نجعل لها أمثالا وأشباها في تعاملنا اليوم مع مجتمعنا، في تعاملنا اليوم مع أمتنا، في تعاملنا اليوم مع وطننا. وسوريا تعيش اليوم هذه الدماء النازفة، تعيش اليوم هذه الحالة من البلاء الذي ما سبق أن شهدته. نريد تلك الصور أن نفعلها في مجتمعنا على صور مشابهة حتى تكون خيرا ونماء وبرا، يستفيد منها من يفعلها تقربا إلى الله، ويعود خيرها وبرها على الأمة. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسير في الطريق فوجد غصن شوك يؤذي الناس، يؤذي الحيوانات المارة، يؤذي الناس الذين يمرون من هذا الطريق. ما تنبه أحد إلى قيمة هذا العمل مع أنه صغير،
قال فنحاه جانبا، نحى هذا الغصن من الشوك الذي يؤذي الناس. طبعا هذا آلمه، هذا ربما أصابه بشيء من أضرار وإيذاء هذا الشوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له بهذا الفعل البسيط. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي أصابها العطش، فجاءت إلى بئر ووجدت كلبا يلهث التراب من العطش، يعني يحاول أن يستخرج ما في باطن الأرض من شيء من الرطوبة، شيء من رطوبة الماء حتى يذهب العطش عنه. فقالت لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني. فنزلت إلى البئر فملأت فمها وموقها حذاءها وسقت الكلب، هذا من مثقال الذر. قال فشكر الله لها فغفر لها. اليوم في الأمة هناك أسباب كثيرة جدا من الخير، هناك أبواب كثيرة جدا من الخير. من الناس من ينظر ويقول اليوم إغاثة الناس، اليوم تأمين الطعام والدواء والكساء وتأمين أسباب الدراسة وغير ذلك للناس، هذا مسؤولية الأغنياء، هذا مسؤولية الدولة، هذا مسؤولية من يمتلك مئات الملايين، فيضيع على نفسه خيرا كثيرا، لأنك قادر على أن يكون لك سهم في هذا الفعل وإن كان قليلا، قادر على أن تشارك في هذه الأعمال الكبرى. ربما يكون هناك مؤسسة خيرية، مؤسسة تعليمية، مجمع أو ثانوية شرعية أو جمعية خيرية ميزانيتها 200 مليون ليرة سورية، ولكن 200 مليون على الحقيقة هي ليست جميعها من متبرع صاحب ثروة كبيرة، وإنما كثير من هذه الأموال هي من أناس أرادوا أن يكون لهم سهم في هذا الخير، فتبرع أحدهم بألف أو بألفين أو بعشرة آلاف، فكتبه الله تعالى مع ذلك الخير الكثير، وكتبه الله تعالى وكتب له أنواع الخير الذي تنفقه هذه المؤسسة. كل ذلك لأنه فهم معنى قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الخير، العطاء، إنقاذ المجتمع لا يكون فقط بالأعمال الكبيرة، ولا يكون فقط بالمساهمة الكبيرة التي يساهم بها الأغنياء، بل للأسف الأغنياء أكثر بخلا من الفقراء، وخاصة إذا أردنا أن نحسب نسبة ما ينفقون إلى نسبة ما يملكون. ولذلك لا تحرم نفسك من الخير، وسارع في أنواع البر، وكلما وجدت بابا من أبواب العطاء، كلما وجدت بابا من أبواب الخير، إياك أن تخرج وأنت تنظر إلى هذا العطاء وأنت تنظر إلى هذا الخير من دون أن يكون لك السهم الحقيقي على قدر استطاعتك، على قدر ما تملك. ثم انظر إلى هذا المعنى المعنوي العظيم، ليس البر وليس العطاء وليس التقرب إلى الله تعالى هو هذا المعنى المادي فقط. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصور التي بعضها هو معنوي، حين تعين الإنسان فتقدم وتؤثر مكانك ومكانه في الاستفادة من الماء، حين تبتسم في وجوه الناس، وحين كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تحسن إلى أهلك بالكلمة الطيبة، اللقمة التي يضعها الإنسان في فيه زوجته عندما يضعها إكراما، عندما يضعها إكراما، عندما يضعها شعورا بمعروفها وفضلها وخيرها وإرادة إدخال السرور إلى قلبها، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة، ويخبرنا أن الكلمة الطيبة صدقة، يخبرنا أن كلمة الصلح صدقة، يخبرنا أن لم شمل الأمة صدقة. وأيضا من السوء الذي ربما لا يلقي بعضنا له بالا
وخاصة في هذه الأيام، كل كلمة تدخل اليأس إلى قلوب الناس، كل كلمة تدخل الإحباط إلى عقول الناس، كل كلمة تفرق الأمة، كل كلمة تبذر الفتن والبغضاء بين أبناء الأمة، هذا مما يحقره الناس، مما لا يلقي له بالا، ولكنه عند الله عظيم، ولكنه عند الله كبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يكفر مذهب من مذاهب المسلمين، يلقي الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، يكفر مؤمنا آمن بالله تعالى. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وما هي؟ هي كلمة، ولكن الله تعالى جعل ميزانه ميزان الذر، بل ميزان مثقال الذرة، أصغر ما يمكن أن يكون من الجزاء من الحساب. وهذا المعنى أو هذا التقسيم ليس مقصودا على الحقيقة، وإنما المقصود أن تفهم أن أقل ما تفعل من الخير سيتقبله الله تعالى وسيجزيك به خيرا، وأن أقل ما تفعل من السوء أيضا إن لم تتب منه، إن لم تستغفر منه، إن لم ترجع عنه، سيكون يوم القيامة ربما من أسباب هلاكك ومن أسباب شقائك. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي رواية: 70 خريفا، يعني مدة طويلة، أمد طويل. إذن أيها الأحبة، إعجاز في تربية الإنسان، وإعجاز في فهم فلسفة الأعمال، وإعجاز في تفعيل الخير وإطلاق الخير من جميع الناس، حتى لا يظن أحد أنه غير قادر على المساهمة في إنقاذ الناس، في إنقاذ المجتمع، في فعل الخير، حتى يكون لكل واحد من أبناء هذه الأمة الدور الحقيقي والأثر الحقيقي في إنقاذ أمته وفي بناء أمته وفي المساهمة في أعمال الخير الكثيرة الموجودة في المجتمع. هناك اليوم أيها الأحبة أعمال تنوء بها الجبال، من إغاثة الفقراء، من إغاثة المحتاجين، من مد يد العون إلى من أصابه البلاء وضاقت عليه الدنيا بما رحبت. وهناك أعمال من الخير كثيرة جدا، تلك المؤسسات، تلك المدارس، تلك المجمعات التي تقوم اليوم بعمل ما بعده عمل، تجاهد اليوم على الحقيقة، الجهاد الحقيقي في زمن الفتنة، في زمن الهجوم على ثوابت هذا الدين، في زمن يستهدف فيه كل خير في هذه الأمة. تقوم هذه الثانويات وهذه المجمعات بخير عظيم، هو تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين، وهو نقل هذا الإيمان وهذا الإسلام بوسطيته ورحمته وخيره إلى أجيال هذه الأمة، لتبقى هذه الراية مرفوعة عالية على ما يحب الله وعلى ما يحب رسول الله. أين أنت من قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللهم اجعلنا ممن يقبل الموعظة بقلبه ويفهمها ويعيها حق الفهم، ثم تنقلب عنده عملا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين خلقتهم للخير وأجريت الخير على أيديهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأستغفره وأشكره، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين. اللهم صل على عبدك سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها عندك من الفائزين. أيها الأحبة، تأكيدا على هذه المعاني وتذكيرا بالخير وتطبيقا لما سمعنا من قول الله تعالى: أذكر نفسي وأذكر الجميع والأحبة بالمساهمة الفاعلة على قدر الوسع والطاقة في دعم هذه المؤسسات التي جعلنا الله تعالى في هذا المجمع أمناء عليها، والتي أكرمنا الله تعالى فتجمعت في هذا المجمع الخير المبارك على صورة قل أن توجد في مكان آخر من هذا التكامل وهذا التجمع الدعوي والتعليمي في المراحل المختلفة. أنفق ينفق الله عليك، واحتسب عند الله تعالى وستجد البركة إن شاء الله في الرزق وفي الأهل. ثم راقب معنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا تخرج لا من هذا المكان ولا من غيره، لا من هذا المسجد ولا من غيره، لا تخرج وأنت تمر وتنظر إلى سوق الخير، وأنت تمر وتنظر إلى صندوق الخير، إلى من يطلب منك أن تكون من أهل الخير، تنظر وتمر مرور عابر وكأن هذا الأمر ليس له علاقة بك وكأنه لا يعنيك. تستطيع وإن لم تكن غنيا أن تنفق الملايين. اعملوا أخواننا الكرام حسبة صغيرة: لو أن كل واحد منكم دفع في كل يوم جمعة 1000 ليرة، كل يوم جمعة دفع 1000 ليرة، حسبهم كل يوم 150 ليرة، 125 ليرة، سيجد أنه في نهاية حياته إذا جمع الأسابيع ربما أنفق 3 ملايين ليرة سورية في سبيل الله. إذن هذا من معاني ومن خيرات ومن بركة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو أنفق كل جمعة 2000 في حياته سيكون أنفق 6 ملايين ليرة سورية. هذا من خير وبركة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير والبركة، وأن لا يحرمنا سببا من أسباب الخير. وإني داع فأمنوا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا واصطفانا وجعلنا من عباده المؤمنين. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد. اللهم أنت خلقتنا وأنت هديتنا وأنت رزقتنا وأنت حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وأنت حببت إلينا الطاعة وقويتنا عليها. نسألك يا رب كما حببت إلينا الإيمان وكما جمعتنا بأهل الله وكما عرفتنا على العارفين بك، نسألك يا رب كما قويتنا على طاعتك وكما سقتنا إلى بيوتك لنكون من أهل طاعتك، نسألك يا رب أن تجعلنا في ذلك كله من المخلصين. ونسألك يا رب أن تتقبل منا وأن تعفو عنا وأن تجعلنا من أهل رحمتك. اللهم صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلاة دائمة كاملة تغفر لنا بها الذنوب وتستر بها العيوب وتعفو عنا عفوا يليق بكرمك وتصلحنا بها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلحنا بها وتنقذنا بها من أهوائنا وغفلاتنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بسببها نورا وسرورا ورضا ورضوانا وبرا وعافية بين يدي شيخنا وآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا ومن له حق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا في أهلينا. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم صل على سيدنا محمد وألهمنا الرشد واستعملنا صالحين واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نسألك يا مولانا يا كريم، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، نسألك يا رب بكفالتك للشام بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله.
نسألك يا رب حماية ورعاية وبركة لا تفارق الشام. اللهم رد إلى شامنا خيرها وبرها وعافيتها، واجمع كلمتنا على ما يرضيك عنا. اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك عنا بفضل منك ومنة يا كريم، ورد عنا كيد أعدائنا، واصرف عنا ما أرادوا بنا من سوء. وصل على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيم الصلاة.